بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن خصيف قلت لي انت من قشع هذيك المنطقه، ما الذي حبب اليك البقاء فيها بالرغم انه يعني صعوبه النزول اليها؟ والله اول شيء انها مسقط راسي يعني، والمكان اللي ترعرعت فيه وحب ما ينتهي. نعم زين، بماذا تتميز هذه البلده؟ والله يعني شوف، انا في اسباب اني ما طلعت منها هو الاشياء اللي تميزها يعني. نعم جميل. في ألفة كبيرة، لأن أول شيء إحنا أسرة واحدة، عبارة عن أسرة واحدة. جميل. صح عدة منازل، ولكن عندنا المجلس العام هو ملتقى الجماعة كلها. نعم. مثلا نشرب شاي الصباح، ووقت اللي نسهر مكاننا في المجلس نرجع مع بعض. إذا إنسان عنده عمل ولا شيء، ولا نريد ننجز مهمة حول البلد، نتناقش مكاننا في داخل المجلس كمحيط أسرة واحدة فقط. وهل ما زلتم محافظين على هذه العادات؟ نفس العادات ما تغيرت. نفس العادات ما تغيرت، اللهم تجدد المعمار فقط. ما شاء الله. فقط تجدد المعمار، ولكن احنا يعني لحقنا على شيابنا وكذا، يمكن الشياب اغلبهم الحين راحب، يمكن بقي اثنين او ثلاثة، واحنا معاهم يعني دائما كذا، نقوم بمشاريع في البلد ومستمرين حتى في تطويرها لحد الحين. جميل. جهود ذاتية. انا لما اتصلت بك قلت لي انك تمر على الشياب تسلم عليهم وكذا، هل عندك يعني برنامج اسبوعي هذا الأمر ولا كيف؟ بشكل مستمر في الفترات اللي ما عندي فيها تمرين أروح البلد هناك ومر على الشياب وسلم عليهم واحد واحد، أجلس على الأقل واحد مع خمس دقائق وأطلع. بس جميل. فقط الحين في الفترة اللي صارت كورونا وكذا أقل من أول. نعم. ولكن نرتدي كمام وملتزمين بالأمور هذه. إذن هذه العادة في صلة الأرحام من الأمور حقيقة مهمة اللي تناسها كثير من الناس، يعني انتم ما زلتم من خلال فهمي لكلامك محافظين عليها، يعني من خلال اللقاء في السبله بين حين واخر. شوف، هذه الشياب انا كلهم ربيوني اول، ماشي ود فلان. اي نعم، ما شاء الله. شوف ود الجماعه. نعم. اي حد ينازعك عن الخطا، اي حد يوجهك. نعم. هذا يعني كلي لتاريخ معهم الشياب. ما حد ما وجهني، ما حد ما كلمني، ما حد ما نصحني. والحمد لله رب العالمين، لما اشوف نفسي زين وكذا احس ان ثمره تربيتهم الجميع يعني. نعم. ما الا والدي. نعم زين، كلهم كانوا ابائي يعني. نعم. جزاك الله خير. بارك الله فيك.